وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جميعا. هذا مسمن البنات بدون جلوتين. انا مني قبل ما نكمل يعني الطياب ما بغيتش نحمره، قلت نخليه حتى الاخير. هانتوما شفتوا البنات كيجي مورق وكيجي منفوخ وكيجي زوين. يعملوا هذه الطريقه راه يدون بلاستيك البنات، كيجي رائع وكيجي لذيذ. ما نقولش لكم على المذاق ديالو. المسمنات هما هادو البنات، الصراحه جاوا رائعين وجاوا لذاد. هانتوما كيف ما كتشوفوا الصراحه جا مورق، ديروا به غير عسيله صافي. وكنتمنى انكم تصوبوا هاد المسمنات باش نتوما ان شاء الله تحيدوا يعني شهيوتكم منه. هانتوما كيف ما كتشوفوا مع العسل، ما نقولش لكم على المذاق ديالو الرائع، وكيجي مورق. هانتوما شفتوا البنات، وبالصحه والراحه. والله غادي نشارك معكم مسمن خالي من الجلوتين، وهذه المره ان شاء الله غادي نعتمد على بذور الكتان، تقريبا ما يعادل ملعقه كبيره. نطحنها دابا، غادي ندير الدقيق خالي من الجلوتين شار ميكس بيه. انا كنزل المكونات وانتم غتشوفوا يعني الطريقه من الاول حتى الاخير. غادي نحاول انني نعبر شار ميكس بيه بالزلافه. دابا غادي نبدا نغربل فيها على طاوله العمل. من الاحسن انكم كتغربلوا الدقيق باش كتحصلوا على النتيجه جيده. دقيق حلويات عندكم، ما عندكمش ماشي مشكل. تقريبا غادي ندير هكا يعني شي نصف كاس، وغادي نضيف معكم الدقيق خالي من الجلوتين، دقيق الذره. كنستعمل هاد لاماركا ديال كونراد، راه سيزا جلوتيني تقريبا. حتى هي غادي ندير يعني كاس الا ربع، نغربلوها صراحة. أول مرة غنستعمل نشا الذرة في المسمن، ما كنديرو غير في لأنني بحكم أنني كنغرقو، كنرش بهاد الرشاشة وكندير بمدلك. تقريبا حتى هو تقريبا شي نصف كأس. بالنسبة لدقيق الأرز أنا كنتخلى عليه، لأن تقريبا المكونات ديال شار ميكس بي فيه دقيق الأرز البنات. رشة ملح، نطحن هنا المعلقة ديال زريع الكتان، إيوا دابا غنشمرو على ذريعاتنا ونعجنو المسمنات بماء دافية. انا الصراحه بعض المرات كنعجنها غير من الماء ديال الروبيني. كنبقاو نجمعو بهاد الطريقة كيف ما كتشوفو حتى نمو العجين كله. بالنسبة للعجين راه كيكون ما مطلوق، ما قاصح، وسط. تقريبا معلقة ديال الزيت باسط. شفتو ملي عملت الزيت العجين مبقاش كيتلصق لي على طاولة العمل. دابا غنحاول انني
نجمعها هذه الكميه اللي بقات لاصقه لي اللي لاصقه لي في يدي. نخليو العجين يرتاح واحد 15 دقيقه. بعد نرشو شويه نشا باش نحيدو هذا الالتصاق. نحاولو نرشو واحد الرشة خفيفة ونخدمو بهاد الطريقة. نقلبلكو هكا تقريبا هذا عمر بما يعجب لي هذه الكميه. حليب من الزيت دابا غنمشي نغسل يدي ومن بعد نقطع معكم هذا العجين. نخليه يرتاح تقريبا واحد 15 دقيقه كيف ما قلت لكم في الاول. نقطع هنا العجين. صراحة انا غادي نعمل مسمنات كبارات. هنا جبدنا المدلك زلافة هزيت راها بدون غلوتين. ناخدو قياس زيت نعملو غير زيت نباتية. ناخذ هنا الدقيق ديال الذره واللي غادي نورقوا به هذا المسمن. وغادي نديروا بيكين باودر خميره حلويات ضروري غادي نغربلوها باش ما يبقاوش في هذوك الحبيبات. ناخدو نشا الذرة غادي ناخدو اللولة. بسم الله. صراحة أنا هذه الطريقة المعتمدة عندي. مسمن يعني بدون بلاستيك البنات ولا كيجي كيجي رطب البنات وكيجي زوين وديد. نجيبوه رقيق نعاونو بالنشا. كل ما رققناها احسن. علاش كنقول لكم غادي نطرقوها؟ لان ما غاديينش ملي غادي نربعوها يعني ما غاديينش نعاودو اننا نقرصوها. لا باش يبقى لينا هذاك التوراق العجين نعاونو عاود بنشا. النشا راه ما كينشفش البنات غير ديرو بالقياس. بالنسبه لكم شي بلاصه مازال غليظه رقوها. الطريقه كلها غتكون بحال هاد بحال هاد كيف ما وريتكم هنا في هاد البدايه. انا غادي ناخذ الزبده مع الزيت غدا هنا نرش دقيق ديال الذره خلي من الجلوتين وغادي نحاول انني نربعها بهذه الطريقه بدون انني من نزل الطرف على فوق. هذا خصني نجيبو هنايا باش يجيني المسمن رقيق.
واخا تقطع معكم ماشي مشكل، كديروا فحال ما هكذا. دابا راه 9:30 البنات، اش كنقول لكم دير ديمو ديرو دائما انشا باش باش ما يسقش معكم في أولة العمل. نديرو هكذا ونجيبو الاخرى في جنبها ماشي فوق منها، هذا راه ماشي بحال المسمن ديال البلود ثاني البنات. انا غادي نضغط عليه لهاد الجوانب فقط، هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هي المسمنه جات كبيره، وندير معكم المسمنه الثانيه اللي قرصت في الاول. ندير نشا الدوره، غير شو نشا البنات ماشي مشكل. انا الزبده اللي كانت مدهونه في يدي كلها لصقتها في هذه المسمنه الثانيه، وترشوا النشا. انتم شفتوا كيف انا كنلعب مع المسمنه، ما تتقطع ما والو البنات، شفتوا؟ الصراحه هذه الطريقه المعتمده عندي، المسمن الخالي من البلدان. هنا غندير واحد الرشه ديال زيت نباتيه، هنا حطينا المسمنه الاولى البنات ما قرصناها ما والو، غنديروا لها شويه زيت نباتيه وغادي نحلوها الجهه الثانيه. انتم شفتوا المسمن كيتنفخ، غنقلبوا الجهه الثانيه. ما شاء الله كيتنفخ، نقلبوا الجهه الثانيه. الصراحه راه كيجي مورق وكيجي زوين وكيجي محمر. دائما من ترشوا يعني مباشره قلبوا المسمنه، صراحه راه كيجي زوين هذا المسمن البنات. انا هنايا حاولت انني ما نحمرش المسمنه بزاف باش ما نكرمهاش، الوقت اللي غنبغي غنحمرها. نديرو شويه الزيت باش تحمر معانا، شفتو ما شاء الله كيفاش كيتنفخ المسمن. الصراحه انا هاد الطريقه هي المعتمده عندي ما كنغيرهاش. نقلبوه على الجهه الاخرى، صافي كنبقاو مستمرين هكا حتى نكملو الكميه اللي عندنا ديال المسمنه البنات. كيف ما كتشوفوا هنا كنبقى دائما ناقصه البوطه على المسمن حتى كيطيب على خاطره. دابا انا غادي نرمي المسمنه الرابعه البنات كما كتشوفوا بدون ما نقرصها، كنبقى فيها شويه هنا غليظه، ما عرفتش وقيلا تطواطيه وقيلا لداخل. نرش على غير شويه ديال الزيت صافي، ونخليها طيب. البنات والله الا المسمن جا بنين الصراحه لله، واخا ما حمرتوش بزاف ولكن من بعد ان شاء الله غنحمر. هانتوما في جا مغرق البنات. المسمنه الاخرى هي هذه، ما نقولش لكم على المذاق ديالو الصراحه، جا لذيذ بزاف. ناخذ غير ديك الزبده اللي بقات عندنا، صراحه ما كنبغيش انا نكثر يعني الزبده في المسمن. نرشو هنا الكميه ديال الدقيق ديال الذره اللي بقى عندنا،
الصفير وغادي نحاول انني نجمعها بهذه الطريقه. دابا شفتوا الطريقه البنات، كنتمنى انكم يعجبكم هذا لا فيديو، تعملوا اشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش، راه ما كيلصقش على طاوله العمل. واخا تقولوا انكم غديروا النشاره غادي يعني غادي نشف معكم، ما كينشفش البنات. هذه راه طريقه زوينه وعمليه، لا بالنسبه للمبتدئات ولا حتى بالنسبه للخلاوه الحرفيات. المهم المسمنه هي هذه، وهذه هنا المسمنه ما قبل الاخيره. صراحه نعمر برات ساعات الا درنا الجوع، المسمنه هما هادو. نجيب لكم المسمنه الاخرى هي هذه البنات. هانتوما البنات مازال غادي نحمرو، غندير هنا شويه الزيت، ها هو كيتنفخ معانا هنايا. هانتوما شفتو، دابا من بعد ما كملت هنا المسمنه الاخرى، هنا غنحاول انني نحمر هاد المسمنات كاملين مره وحده. كنتمنى انكم يعجبكم هاد لا فيديو البنات، وتعملوا اشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد للوصفات الخاليه من الجلوتين. خليوا لي اقتراحاتكم وارائكم، وان شاء الله نكون ان شاء الله كنفيد الجميع بهاد الوصفات الخاليه من الجلوتين. ونقول لكم بسلامة عليكم.